السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. مساء الخير خوتي إخواتي، يا ربي تكونوا ملاح، أتمنى تكونوا كلكم بخير. خوتي اليوم جينا عندنا واحد النقطة برك، وقت واحد الميساج صغير نوصلوه، ونتمنى يا ربي يوصل أصحاب الوكالات السياحية، وخصوصا الوكالات اللي راي تخدم يعني المختصة في الحج والعمرة. المعروف ان الحجاج ولا المعتمرين كي تخرج البعثة من الجزائر، يخرج الفوج هذاك اللي راهو جاي، يعني المفروض معاهم مشرف مرشدين ولا الوكيل نفسه ومرشدين. اعزائي اصحاب الوكالات او وكلاء المكاتب تاع الأصفار، يعني من المستحسن انكم يعني ديما تشوفوا الانسان الرزين والانسان المحترف والانسان الملم فعلا واللي عارف وفاهم شغله مليح. يعني ما تجيب ليش انت مثلا مرشد يجي لهنا هو بقى تلقاه يقرا في اللي بلاك وتلقاه يسقسي في الناس وما عارف فيها والو، يعني باش انت تعطي ضها اندوسار ولا جيلي تاع مرشد يلبسها واحد قالي فيه خويا، واحد عارف البلاصة وجاي ومعاود وعارف المناسك وعارف التأدية كيفاش تكون وعارف البلايس وعارف وين يدي المعتمرين وين يهبطهم وين، يعني مش يجيبهم ويضل مشيهم وراه هو يسحاكم ويسقسي في الخلق. هذه واحدة. تاني حاجة خويا، دايما تعطيه المشرفين ولا المرشدين تاعكم ديما تعطيهم البلان بي. انت ماشي خارج من الجزائر عندك خطة خويا، خطة راك ماشي عليها، في حال الطوارئ عندك خويا بلان بي، الخطة با. مرض لك واحد باصة واحد على خاطر معتمرين، هو كاين اللي باصة يا سب وشتم وقذف، يا هادر في هدرة المفروض ما كانش يهدرها، يا سرقة، يا مش إلا الجزائريين برك، من المعتمرين في العالم كامل فيهم اللي باصيو ويجيو ويباصيو، يعني يكونوا على بالهم كيفاش يتصرفوا، يكونوا على بالهم جاء أي طارئ ولا خرجت أي مفاجأة غير سارة، على بالهم كيفاش يتصرفوا، مش يروحوا يكملوا طريقهم نورمال ويخليوا الحالة هذيك ولا الوضعية اللي خلاوا السيتياسيون هذيك ويطفيوا تليفوناتهم ويروحوا. كيما الفيديو اللي خرج فيه الطفل هذاك مسكين، الله يرحمها أمه مسكينة، اللي ماتت في مطار أتاتورك في اسطنبول. يعني مرشد سياحي ولا مشرف المرشدين اللي معاه امرأة عندها وعكة صحية، هو مش يعطل فوج كامل في جرتها هي بار اكزومبل، يفوتوا عليهم الطيارة كل، على الأقل يعني خليهم هم يروحوا وانت قعد معاهم. يعني هما ما عندهمش بالك انترنت في المطار، ما عندهمش إمداد انه يجيهم من البلاد، ما يعرفوش كيف يتصرفوا. كاين ناس يا خاوتي عمرها ما خرجت من الكارتي اللي تسكن فيها، انت مخليهم طفل وامه وباباه مخليهم يعني في مطار اسطنبول، ومطار اسطنبول خاوتي اللي يعرفوه راهو بحر، يعني وحده مدينة لداخل ما شاء الله تبارك الله، والتمة يخصك الموني تموت بالشر تموت بالعطش، يسرى فيك اللي يسرى. أنا مرة عندي 1,100,000 في الجيب، جاي ليسكال 3 سوايع، تسمى 3 سوايع مانيش راح نموت بالجوع ولا بالعطش، تأخرت الطيارة تيعي درت روطار 9 سوايع واحد أخر قدمت الرحلة، لو كان ما كانش إخوة جزائريين تمة ما كليت ما شربت. عندي 1,100,000 في جيبي، واحد ما حب يبدلها لي، قالوا لي عملتكم اصلا مش موجوده عندنا هنا، تما يعني بلا ما نقولش يعني اسفل السافلين، يعني احقر عمله بالنسبه لي انا الوقت هذا 2022. فما كانش منه يعني من الحلوه منه هذا المرشد، هذا المفروض انه قعد معاهم يقعد خاوتي ما يروحش، والمفروض يتحاسب هذا ويتنحى اصلا، هذا ما يزيدش يتحط مش مرشد طبي في باب طبي يحطوه يعفس عليه في وكالة سياحية، ما يتحطش هذا الإنسان. بالنسبة لي أنا هذا ماهوش بنادم وماهوش مسلم، خلاص هذا ما أداش الأمانة، المسلم يؤدي الأمانة. عرفت تخلص عليهم بصح ما عرفتش تقعد معاهم كي ما حصل لهم الكاع هذاك.
المفروض قعدت معاهم خويا، ما عليش انت تروح لك رحلتك تقعد معاهم خويا. لاجونس تبعت لك من بعد تريزر، تعاود تريزرفي لك لاجونس، تطمن على المرأة معها طفل صغير، معها 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 راجلها. المرأة توفيت، المرأة توفيت، مشي مرضت ولا تتعوضها، ماتت المرأة. هي الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. بس أخويا تقصير منك، يعني البعثة الوحدة مستحيل راح يجيبها مرشد واحد، أكيد راح يجيوا معها مرشدين أكثر ومرشدات. يعني كيفاه تتخلي كاكا وتلاصق في الطياره رايح مروح ومخليهم من وراك، ناس ما عارفين كيفاش يكتيفيو الانترنت، ناس ما هم عارفين كيف يستنجدوا، ناس يعني بعد ما جاء وقع الفاس في الراس بس باه ولدها دار فيديو خرج كيما كاكا ودار. هذه الثانيه. الثالثه، بالنسبه الثالثه لاخواني لاصحاب الوكالات السياحيه، ماذا بيكم خاوتي تحطوا واحد الحد برك، على خاطر هنا في مكة راني شفت واحد الحاجات يعني ما عجبتنيش، يعني بالنسبة للمرأة راجل ولا البنت رجال ما هيش حلوة. يعني قاعدين في 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 الاخر في استقبال تاع فندق، يعني في صالة استقبال، مرت راجل قاعدة تحلق مع مرشد وتضحك بصوت ودرس العقل تبان، هو رجل فوق رجل وهي رجل فوق رجل مقابلات، ويعني واخدين راحتهم، يعني خاصهم غير يعني تعمل لهم محيط بركة خاص بهم وما في زوج برك، يعني الناس هذوك كلهم ديرونجينهم كأنهم. انت بعتك راجل، بعتك راجلك ولا بعتك خوك ولا بعتك ولدك، انت تعتمري وقاعدة تتشيخيلي مع المرشدين والضحك والصارة هذيك، وانت خويتين مرشد صحيبي ملتحي والمفروض انك ملتزم وانك يعني عينك متهزهاش في المرأة ومتسلمش عليها وكذا، يعني قاعد ومرتاح وطالق لاطاي طالق روحك. يعني يتوصلوا فينا حتى نولي ونصوروكم ونهبطوكم كشغل، حابين كشغل حتى انت توليو تجيكم حاجة كيما هادي تسمى باش تنضعروا. ها كل واحد يلتزم، وكل كل كل اللي عنده معزة يربطها، اللي عنده وحدة خفيفة يربطها، اللي عنده ما تجيوش لهنا الناس تتفرج والمرشد قاعد بالجيلي وهي مليه كشفة وجهها وكشفة يداها وسيقانها قريب يبان وطالع على العباية وقاعد، يعني سبحان الله، يعني كأنهم جايين سياحة في رايحين البنما ولا قاعدين في الأخر في قاعدين في إيبيزا، ما همش قاعدين في مكة وقاعدين في الحرم وجاية معتمرة. ويقول لك نورمال العمرة بلا محرم، المهم تكون الرفقة الآمنة. وين الرفقة الآمنة وقاعد ويدبل لك في عوينات وانت تدبلي له في عينيك، وش من رفقة آمنة هذه؟ نسأل الله السلامة أخوتي، ربي يهدي الجميع. ويعني ما هيش صعيبة أخوتي، كل واحد يلتزم برك، واحد ما يفوت الخطوط برك. احنا ما مانيش قاعدين نقول حك الفانو السحري ولا ديروا النحويج ما تندارش ولا حاجة، التزموا بركة كيما راكم تديوا في الدراهم تاع الناس، يعني كلوهم حلال محلل، مش تديلوا دراهم ومن بعديك ما تعرفوش برك. هذا ما كان خويا جاك للوكالة طلب منك خدمة، أعطاك مقابل الخدمة اللي خدمتها له، أعطاك مقابل خويا لازم تلتزم وتكمل معاه المهمة على أكمل وجه، حتى ندير الروتور وتهبط الطيارة في واري بومدين، ولا تهبط الطيارة في مطار قسنطينة ولا أي مطار هبطت له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.